لمزيد حول مخطط الاحتلال الصهيوني لضم أجزاء من الضفة الغربية والمؤتمر الصحفي الذي عقده علماء الأمة، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور وصفي أبو زيد. دكتور وصفي، مرحبا بك. عقدتم اليوم مؤتمرا صحفيا تنديدا بمخططات الاحتلال الصهيوني لضم أجزاء من الضفة الغربية. ما أثر تلك المؤتمرات التي تجمع كوكبة من علماء الأمة في دعم القضية الفلسطينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حياك الله يا أخي الكريم وحيا مشاهديك الكرام. طبعا العلماء وظيفتهم البيان، ويجب على العلماء أن يبينوا يعني طبقا لما أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم من العهد والميثاق، أن يبينوا أحكام الشريعة الإسلامية فيما ينزل بالمسلمين من أمر دينهم ودنياهم. والكلمة ليست قليلة الأثر، الكلمة قوية ومؤثرة، وبكلمة يدخل الإنسان الإسلام، وبكلمة أخرى يخرج منه، بكلمة يتزوج وبكلمة يطلق، والحرب، الحروب بشكل عام أولها كلام. فهذا المؤتمر الكبير الذي أسهمت فيه عشرات الهيئات والروابط العلمائية يدل بشكل واضح على إجماع عالمي علمائي على رفض هذه الممارسات الإجرامية للعدو الصهيوني. واليوم كان هناك مؤتمر جمع حركتي فتح وحماس في صورة موحدة تبشر بالخير، ثم تلا هذا المؤتمر الصحفي العلمائي الذي يعني تلي فيه بيان مهم يبين رفض العلماء لهذه الإجراءات، ويبين واجبات الأمة الشرعية نحو هذه القضية. طيب، كما كانت هناك ندوة أيضا، اسمح لي دقيقة واحدة، كما كانت هناك ندوة عقدتها رابطة علماء فلسطين واتحاد علماء المسلمين في فلسطين اليوم، وتم يعني دخول هاكرز على هذه الندوة وكلمات عبرية أدى إلى إنهاء الندوة. فهذا يدل على مدى التأثير الواضح لهذه المؤتمرات ولهذه الكلمات العلمائية على العدو الصهيوني في هذا الوقت. طيب دكتور، يعني كما تحدثتم يعني كعلماء للأمة، تلقيتم نبأ عقد قيادات من حركة فتح وحركة حماس مثلما تفضلتم في المؤتمر الصحفي المشترك، وذكرت أنها تبشر بخير. يعني رغم الخلافات البينية والصراعات الداخلية، ما هي المكتسبات التي تتحقق من وجهة نظرك؟ المكتسبات أن هذا الاحتلال لن يزول، ولن نستطيع أن نقاوم هذا الاحتلال إلا بتوحيد الذين يقاوموا. والذين يقاوموا هما يعني أكبر حركتين في الداخل الفلسطيني، هما حركتا فتح وحركة حماس. فإذا ما تم التئام الشمل بين هاتين الحركتين ووصلنا إلى حالة من إنهاء الانقسام بينهما، فإن هذا التوحيد يؤدي إلى تخطيط مشترك، عمل مشترك، توحيد الصف، تقوية الفعل، ومن ثم يتم تقوية الأثر. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنتهم في الأرض وفساد كبير. يعني إن لم تفعلوا هذا التوحيد ويكون بعضكم أولياء بعض، فسوف تحدث هناك فتنة في الأرض، وسوف يحدث كذلك فساد كبير. والذي يمنع هذه الفتنة وينهي هذا الفساد الكبير هو هذه الوحدة، وهذا الالتئام، وهذا التضام، وهذا التوحد بين كافة الفصائل. وإذا التقى الفصيلان الكبيران، فلا شك أن الفصائل التي هي أصغر من هذين الفصيلين سوف تكون تبعا لهما. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهذا البنيان المرصوص الذي يجب أن يرص على المقاومة وعلى الجهاد القتالي المسلح ضد هذا العدو الذي لا يفهم إلا لغة القوة. فهذا هو الأثر والتأثير الذي سنرى آثاره إن شاء الله في القريب العاجل بشكل إيجابي على القضية الفلسطينية. طيب فضيلة الدكتور وصفي أبو زيد، في دقيقة واحدة لو سمحت، يعني ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه علماء الأمة في توحيد صفوف الفلسطينيين والعرب والمسلمين أجمع
لنصرة هذه القضية العادلة؟ لا شك أن للعلماء دورا كبيرا نحو شعوب هذه الأمة، فالأمة لا زالت في نوازلها ومستجداتها تلتف حول العلماء وتستفتي العلماء وتنتظر كلمة العلماء. ونحن رأينا في أزمة كورونا التي لا زلنا نعيش فيها الآن كيف رجعت الشعوب إلى العلماء، وكيف استفتت العلماء، وكيف انتظرت كلمتهم فيما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم في هذه النازلة. فالعلماء حينما يجمعون على أمر ما، لا شك أن الشعوب سوف تمتثل كلمة العلماء وتسير خلف العلماء ما داموا علماء ربانيين متجردين مخلصين لا يخشون في الله لومة لائم، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. شكرا لك فضيلة الدكتور وصفي أبو زيد من اسطنبول، أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.